لقد رآك أبي وقال أنك وصلت. تفضلوا. يسعدني أنني التقيت بكم. أخبروا زملائكم أنني وصلت، تستطيعون الذهاب. اذهبوا الآن. صباح الخير، استريح. أنا معلمكم الجديد لهذه السنة، أرحب بكم وآمل أن نعمل سوية أعزائي في سبيل الحصول على نتائج جيدة خلال هذا العام. الآن سوف ندرس الخريطة الطبيعية والاقتصادية لسوريا، وسوف أقوم برسمها على السبورة. تقع سوريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. مساحتها هي 182 ألف كيلومتر مربع. هذه الأرض تحتوي على ثروات معدنية كثيرة، كما أنها تزرع محاصيل متنوعة. تعبر بها عدة أنهار، أهمها نهر الفرات وسلسلة من الجبال، تمتد وراءها مساحات واسعة من الصحراء. اجتماعنا هذا اليوم أيها الرفاق، أعتقد أننا اتفقنا على ما يجب عمله في هذه القرية لكسب أكبر عدد ممكن من الفلاحين، أليس كذلك؟ أما بالنسبة للقاء القادم، فيجب أن يكون لدينا قائمة بأسماء شباب القرية لدراستها واختيار العناصر الجيدة منها. لا أعرف ما الذي كان، لقد هرب. لا يهم، لقد أتيتم تسألوني عن أبنائكم الطلاب، تستطيعون الذهاب الآن وكونوا مطمئنين. لقد حان الوقت لنعرف سبب وجودنا في هذه الحياة.
بالأمس لم يكن الوقت قد حان، وغدا سيفوت الأوان. اليوم أحمد، هل تستطيع أن تشرح لي معنى هذه الكلمات؟ نعم أيها الأستاذ، هذه الكلمات تعبر عن الإنسان الذي يجب أن يكون. إذا هذا ما كنت تعلمه للصغار؟ لقد حذرناك أكثر من مرة، أليس كذلك؟ تفضل. اكتبوا هذه الكلمات في دفاتركم. الآن لا أملك الوقت الكافي كي أشرحها لكم، لكنكم سوف تفهمونها جيدا عندما تصبحون شبابا، وسوف تعلمون أيضا أن السعادة لا تأتي بسهولة. الوداع. سيداتي سادتي، حالة الجو حسنة، تهب رياح غربية لطيفة إلى مستافين. تستطيعون قضاء إجازة ممتعة؟ فالسماء زرقاء والشمس ساطعة والبحر هادئ خفيف الموج.